انا سميتي يونس خضر. من نهار تزاديت امي سد عليا في كوكوط ما بغيت كاع نطيب. الناس كيتمشاو هكا وانا كنتمشى هكا. انا تزاديت انا اختي. الوالد هو يشد اختي ويقتلها. قلت لي با علاش قتلتي اختي؟ قال لي معاش تزاديتو. قلت لي معاش جوج ديال الليل. قال لي هادي يلا تزادت جايه معاش جوج ديال الليل. انا راه كنت واحد النهار سارح البقر. كنت سارح البقر ويديني عيني وانا نعس. نعست وهي تشوفني ديك البقره وهي تشهاني. واه تشهاتني ديك البقره وهي تاكلني. كلاتني وانا ندخل الكرسي وانا نلقاها حامله. لقيتها حامله ولقيت واحد العجيل. مشيت كنهضر معاه. انا كنهضر معاه هو كيجاوبني. انا كنهضر معاه هو كيجاوبني. واش عرفت واش قال لي؟ واش عرفت واش قال لي داك العجل؟ قال لي مو راه عجل اش غايقول لي؟ انا منذ نعومتي اظافري وانا اكل اظافري. عرفتي قمه الشمت هي انك تكثر الحلاوه بالنهار ويجيوك الافاعي السامه بالليل. وما تلقاش الاظافير باش تقضي على الجراثيم. انا في الدرب كيقولوا عليا المشعكك. وهما ما عارفينش باللي المشعكك هو نيوتن هو اديسون هو عبد العزيز تاتي. هو كل واش دار مشعككته. نيوتن طيح بال التفاحه من فوق الشجره. اديسون طيح بال المكانه ديال الضوء. عبد العزيز تاتي طيح بال زرزور من فوق السور. وانا طيحت بها التيتيز. انا راه حققت مجموعه من الاشياء في حياتي. ما كضحك. حققت مجموعه من الاشياء. من الاشياء اللي حققت مكانه ديال الدار. حققت في الدريه شحال فيها من حبوبه رايه. انا راه كنكتشف مجموعه من الاشياء. من الاشياء اللي اكتشفت ان الاغاني عندنا في شكل. وتحيه للمغنيين. واحد المغنيه خرجات قالت لك عنده الزين عنده الحمام دايرو في دارو. الزين الا غنينا عليه غيصب لينا غيعجل لينا غيجفف لينا. والحمام شنو غيبزق علينا؟ واحد اخر عاوتاني ناض قال لك خلوها تهرس عندها بوها يخلص ولا ما تبا تخلص حتى. واحد اخر عاوتاني قال لك نحب نطير نطير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي. ما عرفنا مغني ولا طايره بقر ولا فراشه ولا. واكتشفت كذلك ان البراد محقور. البراد محقور. دابا لا شدينا الكوكوط. كوكوط ملي كنبغيو نهزوها كنهزوها من هنا. لا بغينا نحقرو عليها كنهزوها من هنا. البراد علاش كنهزو من هنا؟ انا راه كانت عندي باخيره كنت كنبخر فيها طريق البخاري. واكتشفت ان الحياه تجارب بحالها بحال الفار. حرام تضيع بسبب البشر. ما تنساوش تابعوا أجواء وكواليس الدورة الثانية لستاند اب في فيسبوك على الصفحة الرسمية لستاند اب والصفحة الرسمية للأولى.